ما هو ده يا قطة جزاء اللي ما يوفيش بوعده مع نيازي. انت؟ ما هو ما ينفعش بنت مشمومة زيك مفرومة تحت جزم الحارة تتنطط على نيازي. تموت على راجل غلبان كده؟ اتصدر لك وقف ايدينا غلط. هي دي آخرة العشرة والخدمة يا باشا؟ هما مش بيقولوا آخرة خدمة الغز علقة؟ أهانا بقى الغز والبت دي الليلة دي خدامة الغز. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بقالي ساعة مترددة أخش عليك يا أقول سيب البت ما تعطلهاش عن المذاكرة. ألاقيكي مقعقة عينيكي كده في الهباب ده. تينا حبيبتي اقعدي. أنت يا بت يا بنت عايزه تجيبي لي المراره بعد القولون ولا ايه؟ ها ليه بس يا تينا وانا عملت ايه؟ قومي قومي اقعدي وكلمي معايا. في ايه بس يا تينا؟ تعالي بقى اسمعي شويه كده فيروز وريحي دماغك بقى من الوش اللي انت قاعده فيه ده. ايه يا بنت البرد اللي انت فيه ده؟ قومي يا بنت قومي اقعدي كده زي ما بكلمك. قومي. نعم. اقفلي البتاع اللي في ايديك ده عشان اعرف اتكلم معاكي. ومال البتاع ده ومال الكلام؟ هتكلم ازاي يعني وانا مرووشه بالاغاني دي؟ اقفلي. حاضر حاضر اهو. وادي فيروز قفلناها. اتفضلي. عاوزاكي تحكي لي من غير لفه ولا دوران ايه اللي بينك وبين القرشان الدكتور عوني ده تاني يا تينا؟ ما احنا قلنا القصه دي خلاص خلصت صدفه وخلصت. لا يا حبيبتي لا صدفه ولا خلصت. وكلميني دغري كده زي ما انا جايه معاكي دغري. والكلمتين اللي قلتهم لاخوكي ليلتها وانا عديتها وفوتها عديتها عشان الموضوع يعدي. لكن دلوقتي وقت الحساب. بتحاسب على ايه؟ وانت اللي مكبره الموضوع قوي كده. خلي بالك يا سما وانا قدك كنت فاهمه الحركات دي كويس قوي. يعني حركاتك دي مش هتخيل عليا ولا السهوكه اللي انت عملتيها ساعه الفرح ولما رجعنا برضو هتخيل عليا. سهوكه؟ انا ماليش في السكه دي اصلا. ومش هينفع اكلك فيها عشان قبل ما تعتبيها اقطع لك رجلك. البيت ده له راجل وزي ما بيدلع وبيطلع فلوس وبيجيب اغلى الماركات وبيدخل اغلى المدارس بيعرف برضو يقطع الرقبه ويكسر الدلع ويرد العقل المطرحي. الكلمتين دول خليهم قصاد عينك يا سما وفكري فيهم كويس قوي قبل ما عقلك يهفك وتعملي حاجه زي دي تاني. اظن انت فهماني. ارحم معلم ارحم معلم معلم تاني. انا مؤاخذه بص انا مؤاخذه بص تيانا فلان كوات هابني واحد افندي معاه شويه عيال منفوخه كده هون هجموا على بريزه في البدروم واخدين عم ايوب رهينة. هجوم وبريزه ورهينه في هذا الحرب قامت ولا ايه؟ مين العيال دي؟ معرفش 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 بص بس تقريبا من المنطقه النظيفه. نظيفه؟ مين العيال ده؟ ده فلانكا على الطلاق. ما اعرف يا معلم ولا اعرف اخبي عليك ليه؟ طب ادخل هات السلاح من جوه. حاضر يا بص. متعمر؟ متعمر. بقول لك ايه؟ روح هات لي رجاله والسلاح اللي طول ايدك بسرعه وتعالى. حاضر يا بص. اعمل يا بص. اوعى اتاخر انا رايح لوحدي. هوا يا بص. البت طبت عليا في المستشفى ولهتني وكان عندي عمليات كتير وطرت بعدها على العياده كان عندي حالات اكتر ما لحقتش اشوفه طبعا. يا عمر انت مش ناقص مشاكل. كفايه اليوم اللي اتسرق منك وعربيتك اللي ضاعت. اه يا عمي اه هتجنن هتجنن واعرف اليوم ده تنيل راح فين. خلاص مفيش داعي تعمل مشاكل مع عوني. نعم ده راجل اهبل عايش لي في دور النغب ورياله عايش لي في دور الحبيب والغراميات مش كفايه اني مستحمل رزالته وذمته الواسعه. جريلي مالك بتلقح كده كلامك جارح. كلامي جارح وبلقح ليه؟ هو انت رزل ولا ذمتك واسعه؟ لا طبعا بس انا عايش في وهم الغراميات. اه عيل ونغة. غريه يا عمر. ها مدام نه. لا تحت امرك مفيش اي مشكله خالص. ميه كتير ولا بسيط؟ اه لا مفيش مشكله بس هستاذن حضرتك تعدي عليا بكره بعد 3 مثلا. اه اي وقت بعد 3. خلاص نعمل سونار كده ونبص بص هنشيك تشيكه كده كويسه. ماشي ما عرفت. لا مش ازعاج خالص تحت امرك. مع السلامه مع السلامه. ايه مدام شروي ميه ميه كتير؟ اه طب لحظه واحده خليك معايا لحظه واحده. ايه مدام نعيم ولاده؟ طيب يا عيني عليك يا عمر. الدكتور جاب ميه. على فين يا فندم انت اهو؟ انت فاكرها تكايه ولا حته طريه؟ دي منطقه رجاله يا زباله. ايه الصوت اللي انا سامعه ده يا ولاد؟ دي ناموسه ملموم عليها شويه دبان يا معلم. غلط!
البنت دي تخصني وما لعيش تصرخ خروج. اتأخرت ليه يا فنجان؟ اسمع يالا، أي حركة هجومية هتلاقي نفسك لابس في حيطة سد. أنا قلت لك البنت دي تخصني. ماشي ماشي ماشي. طب مش لازمك كيف ولا ماذا يا باشا؟ هو مش برضو كده التصريح اتمضى؟ هو اتمضى بس لسه ما اتختمش. اختمه؟ ما هو في حاجة عشان يتختم. اطرش وهات من الآخر. بص يا ريس، البنت دي آخرها تهزها زيتين تطر قاعدة وتسلمها زي ما استلمتها، وعشان ما يحصلش بقى لبش ويدق سجاط محسوبك لازم يبقى فضل الله، يعني رجلي على رجلها. ياكل ياكل. لا راجل يالا عجبتني، هاتها وتعالى ورايا. يلا يلا يا امور. جرايه فلانك، ايه اللي خلاك تجيب الرجاله وتيجي زي ما حضرتهم اصرفهم؟ قدر نسمع كلام البص ونمشي. لا سمعت. تعالي يا اختي عندنا شغل. ايه يا بريزه في ايه؟ شغل نلص نلص. فلانكات خلي بالك من عبد ايوب ونايمه في فرشتي. تحت امرك يا ست بول. يلا يا اختي بينا. يلا بينا. دي حكايتي مع عمر ساعة ما عرفته لحد ما سيبنا بعض. تحس اني كنت ساذجه اوفر مش كده؟ ليه مسميها ساذجه؟ عشان ما ينفعش واحدة تأمن لواحد سمعت عنه كل اللي أنا سمعته عن عمر. ده أنا حتى لما سألته ما أنكرش، بس قال لي دي نزاوات عادية بتحصل لكل الرجالة، وأنا صدقته. أكيد عشان حبيتيه. أكيد، وإلا ما كنتش ارتبطت بيه. طب ولسه؟ السؤال نفسه فيه إهانة أنا ما أقبلهاش. عايز فاهمينك نسيتيه بالسرعة دي؟ الحب ما بيتنسيش، الحب بيخلص زيه زي أي حاجة في الدنيا، زي ما ليها أول ليها آخر. كل يوم بكتشف فيك حاجة، وأنا كل يوم بحتار فيك أكتر من اللي قبل. إيه بس كده؟ ده أنا واضح زي الشمس. أصلك آخر واحد كنت أتوقع إنه يقرب مني بعد حكاية عمر. أنت كنت معانا طول الوقت، كنت بشوف اللي أنت بتعمليه معايا، خوفك عليه وفي جنبه وإصرارك إنه ينجح. بصراحة كنت بحسدها، كنت بتمناكي. أكتر حاجة مبسوطة منها صراحة. هو أنا ليه دايماً حاسس إن مالكيش حد؟ عمري ما سمعتك بتتكلمي عن حد من أهلك. أنا ماليش غير أمي، لا شفتلي أب ولا ليا أخوات، وقرايبي بعيد حقيقي، ماليش غيرها. طب هي فين؟ ماتت. الحمل بقى تقيل عليا قوي، سما في سن خطر، وعمر في مرحلة أخطر، وأنا بصراحة تايهة بين الاتنين. لا سما صغيرة ولا هو كبر، سما بتعيش سنها الطبيعي جدا، وعمر كمان بيبتدي حياة جديدة، وأكيد ربنا شايله الأحسن إن شاء الله. والله ده اللي أنا بفكر فيه. عارفة لو حصل اللي في دماغي ساعتها بس قلبي هيحس إن أنا اطمنت عليه. تينا كفاية قوي اللي راح منك يا حبيبتي، أتمنى بقى بعد ما قلبك يطمن يدقه كمان طعم الدنيا. دنيا إيه بس يا منك؟ أنا خلاص بقيت براها، واخترت كورنر كده في حياتي صغير قوي جنب إخواتي. الحمد لله محدش بياخد كل حاجة، ومحدش بيخسر كل حاجة أبدا على فكرة. أيوة بس أنا جربت حظي مرة وخلاص يعني. وإيه وإيه؟ لا أنت أول اللي اتطلقوا ولا عمرك هتكوني آخرهم، وإذا كان يعني على موضوع الخلفة يا حبيبتي. مونيكا أرجوكي مفيش داعي تفتحي الموضوع ده، ما بحبش أجيب سيرته. أنا مش فاهمة أنت ليه محولاها لعقدة كده وخانقة روحك بيها. لا هي عقدة، عقدة وعيب كبير قوي، وده العيب الوحيد اللي بيكسر أي ست في الدنيا، لأن فعلا بيحسسها بالنقص. إيه ده؟ من فين عمر؟
دخل اوضه العمليات خلاص. ليه في حاجه؟ الدكتور عوني كان جاي عشان عايز يعتذر له عن اللي حصل. بعد ايه بقى؟ والله العظيم كل اللي حصل ده سوء تفاهم. مش ممكن اشوف اخت صاحبي وحبيبي وشريكي وما احزمهاش على حاجه. كل الحكايه دي حصلت صدفه. على العموم هو خلاص دخل اوضه العمليات. لا هستناني اهو، هفضل اهده على باب اوضه العمليات. انا مش هتحرك من هنا غير لما يطلع وابص على راسه ونتصفى. على العموم طبعا يعني عمر دماغه كبيره وهيقدر اكيد مجيتك دي. اكيد. خلاص بقى بنت، في ايه؟ ما كانتش مصلحه وصالحه وراحت لحالها. سيبني يا خلوص، سيبني اعمل لقمه ليا وللراجل اللي طلع عينه من تحت راسك. انا كنت جاي اسوهم لك بالاسفلت لما عرفت الموضوع عافيه، لكن بالتراضي عادي كله شغل. دخلي بس يا اخويا نفش لي ريشك ولمم لي شويه عيال من الحاره وعامل لي فيها سيد الرجاله. واول ما شفت ورق البنك نوت قلبت مره رخيصه من الهشديه. لا ما لو كانت مره رخيصه ما كنتش خرجت زي ما دخلت من غير ما حد يلمسك. سيب ايدي. ما تحضرنا يا مايور، باريزه هاني بتتكبر وتتنطط على اكل عيشها. اسمع كلامي يا ابني وتلموا تحت سقف واحد تتداووا فيه بدل المرمطه بتاعت الشغلانه دي. ما تحضرناش انت يا مايور، رايح انت وانا بنصحيك. اصل الكلام ما جاش على هواه يا عم ايوب. كل حي اضرب حاله يا بنتي. تعالى يا بنت، عايزك في حاجه. عايزك في كلمه كلوز كده. اطرش اطرش، خلصي اللقمه دي وحصلينا على السايبر عشان نحيي الشغلانه الميته اللي هتنطرنا من الفقر اللي احنا فيه ده. ماشي ماشي ماشي. سلام يا غزال. سلام يا عم ايوب. سلام. كل يا حبيبي كل. مين ده؟ ده دكتور عمر النواوي، اخصائي امراض نساء، مشهور ومعروف لناس كتير قوي. وعلاقته ايه ببنتي؟ لا دي علاقه قديمه وبتتجدد، بس مش ده المهم يا ريس. امال ايه المهم؟ الفيديو ده لو وقع في ايد حد من اللي بينافسوا سعادتك هتبقى الحكايه مش لطيفه، وخصوصا ان الهانم الصغيره باين عليها السكر مش مظبوطه. ده غير الفضايح في المستشفى، وغير كمان سمعة الدكتور اللي عنده فضايح كتير. وانت علاقتك ايه بكل ده؟ والله يا فندم انا واحد من اللي عندهم امل ان اللي يمسك البلد يكون زي سعادتك، ومن واجبي ان انا اجي احذرك. ومطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا عن نفسي مش عايز حاجه. المطلوب من حضرتك ان انت تخلي بالك من بنتك وتبعدها عن ايد الراجل ده، وتفرمل الحكايه دي قبل اي حد من الاعداء ما يحس بيها. قلت لي اسمه ايه؟ ولا شنكر. اهلا اهلا حبيبي ابو الميادين. اهلا اخويا. خلصت المصلحه ولا لسه؟ طبعا. ثانيه واحده. تعالى يا بت باريزه. ايه عالي، انت عارفه الحاجات دي يا بت ولا لا؟ طبعا. ده كمبيوتر. اسمه ايه يا اختي؟ كمبيوتر. كمبيوتر. اه منك نستفيد. ليه يا اخويا انت فاكرني مش مسقفه؟ لا مسقفه وزي الفل، ربنا يكرمك يا اختي. انت فين يا كليب عليوي؟ وشكلنا هنشوف باريزه على القريب العاجل على المولد والتيت وصفي ناس كمان. طب ما تركز معايا يا رحمة. ماشي يا معلم هشوف واحكم. تعالى بريز. استنى بس ما ملغمه، استنى عدى عليها اخر النهار كنت مراقب. طب شيل الدنيا، شكلك هتصيط يا بنت الهرمة. عقبال يا اخويا كده ما تتصيط زي يا ابن ال حلال. يلا بينا. حلال. مساء الخير. مساء الخير. من فضل حضرتك كان في حجز باسمي سميحه سميح. ايه ده؟ هو حضرتك تقربي لبهيره بهير وسميره سمير بتوع الفيلم اياه؟ لا انا واحده من بنات العام. انا بحب الفيلم ده قوي قوي. انا كمان. مدام نهله حضرتك اللي هتعملي السونار؟ ايوه. لحظه واحده. لسه بدري مدام، مش هتقابليه دلوقتي، لسه قدامه حاله. نرش على سبيل الاحتياط. على راحتك يا مدام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. شكرا. تحب تشربي يا فندم؟ لو ممكن قهوه مظبوطه. بس القهوه يا فندم مضره على الجنين. جنين؟ ايوه. معلش مش مشكله. ميرسي. نجيب حاجه فريشه كده؟ اوكي. ميرسي. This
تسلم ايدك يا دكتور. ان شاء الله حضرتك تمشي على الدواء ده. ده مرتين، ده ثلاث مرات، ودي حقنه مره في الاسبوع. لو حصل اي حاجه كلميني ولا بتعملي ايه؟ هو انت لسه ما بتبصليش وانا بكلمك؟ ميرسي جدا، نورتينا يا فندم، نورت في عيادتك. وكمان بتتكسف؟ يا اختي عليك. باي باي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كملها معانا بالستر يا رب. البرفيوم ده مش غريب عليا. مدام سميحة سميحة يا دكتور. سميحة سميحة مين؟ اتفضلي يا مدام. سميحة سميح. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. هاي يا دكتور. هاي يا عفة. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. شفت بقى ان انت لسه فاكر ريحة البرفيوم بتاعتي؟ عفة. ايه يعني؟ اهدي 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 شوية. اللي حصل في المستشفى مش هينفع يحصل هنا على جثتي. ده مكان أكل عيش. بصي يا حبيبي، المرة اللي فاتت عرفت تجري مني وتهرب عشان كنت شاربة حبة صغيرة، بس طبعا مش زيك لما كنت شارب وبيت عندي. خلاص يا ماما، خلاص وطي صوتك. لو انت جدعة بقى تعالي لي في اليوم ده. نفسي أعرف راح فين. هو ايه يا حبيبي؟ انا جيت لك الخميس، انا جيت لك الخميس ونمت الخميس، وصحيت عندك يوم السبت. يوم الجمعه اللي هو بتوينك ده راح فين؟ انا يا حبيبي لقيتك عندي يوم الجمعه بالليل. ماشي، والجمعه الصبح كنت فين؟ اكيد يا حبيبي كنت بتقعد مع واحده تانية. بقعد ليه؟ وانا عملت معاك ايه الجمعه بالليل؟ وصله وليهم في كل شق ثعبان واللدغه منهم والاب. يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، انت معاك فلوس، فلوسي كله. دون في بيه افريت تعالى فلانك يا معلم. تقلي حبسك يا كويتش كده. خرم يا معلم، خرم انت لسه ما لقيتوش. كل ما احط ايدي عليه انا في حته ثانيه. الواد مخه خفيف شويه، عامل ايه؟ بقول لك ده راجل ما يسواش ثلاثة نكله. ما عارف مرمطنا في الحاره ودخل عليا البدرون وانا صلت الملح. بقول لك دول ناس فدنا خالص. بس الناس دي روحها في ايدينا يا بريزه، خدي بالك يعني. والهرمان اللي هم فيه ده كله واقف على عودين كبريت، واحد سمعه والتاني صيد. احنا قافشين في واحد، لو عضوا معانا هنخليهم برجل واحده. ماشي يا اخويا، خليني وراك. يعني كان ابويا اللي مات برجل واحده. اتس اوكي يا برازرز. عارف يا اختي، مع ان انا ما بفهمش منك ولا كلمه، انما بحس بافتخار كده هوت وانت بتكلم اسمه ايه افرانج. طب بالمناسبه دي بقى انا هصارحك بحاجه عمري ما قلتها لك قبل كده. بجد؟ ايه قول. انت ابوس ايدك. هقول اهو، الانجليزي اللي انا بتكلمه بطلاقه ده كله انا ما اتعلمتش منه حاجه، ده خلقه ربنا مولود بيه. اه والله. هو ده اللي انت كنت هتقوله لي؟ اه ده بس، مش حاجه تانية؟ لا 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 لا، مش حاجه تانية. اديني الصبر يا رب. يا الصراحة دايما بتزعل كده ولا ايه؟ كمان ماشيين ناس ورايا صوروني. الفيديو ده وصل لي لحد الحفلة. ويا عالم وقع في ايد مين تاني؟ انتي هتضيعينا كلنا باستهتارك ده، وتضيعي تعبنا معاكي. ليه؟ هو انتوا بتعملوا ايه طول الوقت؟ غير نازلين كذب وفشر على الناس علشان سيادته يبقى رئيس جمهورية وحضرتك سيدة مصر الأولى. بصي بس يا ميار، أول مرة تمد ايدك عليا. والله لو رميتي نفسك لحد الانتخابات ما تخلص لحبست في اوضتك هنا زي الفران. انت سامعه؟ انتخابات ايه وزفت ايه؟ انا عايز اعرف ايه علاقتك بالراجل ده؟ عجبني، داخل مزاجي، حد له شغل في حاجه؟ سامع كلام المستفز؟ انت باين عليك عايزه تتربي من اول وجديد. اه يمكن. اه اما الراجل ده بقى ايامه سودا معايا قدامي.
اله ايه دي اللي انت لقيتها؟ شكل المعلم واقع على حل اصلي. هو من جهه واقع من العاشر وحياتك. استني انت بس يا بنت خالتي، خلينا نسمع الدولار. سمعهم وحياتك وقسم على السجار. انتوا جايين تهزروا يا جماعه؟ انتوا جايين تهزروا؟ انا في ورطه، انا في ورطه وانتوا السبب فيها. لا ما احنا بنحصر لك الجمجمه يا قبطان. صب يا معلم بقى وخلصنا. احنا هنعيد اليوم زي ما هو. ما احنا كده هيسقط مننا يوم تاني. ولا ايه يا بنت خالته؟ بنت خالته مين؟ الله، ما احنا لازم تصدقوني، واحد فينا لازم يكون فايق صح يعني عشان يشوف بنعمل ايه ويحكي لنا، يمكن نوصل. والله ما فاهم ولا كلمه من اللي انت قلتها، بس فكره نجرب. كده كده محدش فاهم حاجه. اسود بس، ده انا هخليه يشوف الوان الطيف كلها مضروبه في الخلاط. الحلو في الموضوع يا دكتور ان احنا بعيد وبنتفرج، والراجل اللي اسمه ربيع ده واصل اول فوق وسيته عالي اول من دول، يعني الف من يتمنى يخدمه في التخليه وخلافه. سيبه يتلي عننا شويه لغايه ما احنا نظبط شغلنا. بس دكتور انا قلقان شويه من اللي اسمها صفوه دي. اشمعنى يعني؟ حتى مناخيرها في كل صغيره وكبيره، الست دي لازم لها سكه يا دكتور. لا 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 لا، سيبك منها خالص، ركز انت بس مع ربيع رجائي واللي هيعمله في صاحبنا. عموما انا هعدي يومين كده واروح له، لو ما عملش حاجه هروح وهدده. لا تروح ولا تهدده، انت كده كده ليك زياره تانية. زياره تانية ليه يا دكتور؟ تمن الصور والفيديو. ايه؟ لا مش هنرزق احنا كمان ولا ايه؟ احنا في ايام الدافع في الفضايح فوري كده ولا ايه يا دكتور؟ صدق لساني مش قادر اقول لك يا دكتور. يلا يلا يا مرتضى. انك بتنط مراحل بسرعه قوي. مراحل ايه اللي بنطها؟ انا بحبك وعايز اتجوزك، واظن ده واضح بقاله كتير قوي. بس احنا لسه مقربين بقالنا فتره قليله. انا ما بفهمش في الكلام ده يا صفو، انا اللي اعرفه بحبك يعني اتجوزك. بس انا بخاف من الاستعجال ده يا غازي. يا ستي خد الفرصه اللي انت عايزاها، بس على الاقل نعلن الخطوبه. اجي ازورك وانا صحيح لما اجي اتقدم لك حاجه اقعد مع مين؟ هبقى ابعت لقرايبي اللي من بعيد يقابلوك. خلاص بعتلهم بقى. وانت ايه اللي خلاك مستربه على الجواز كده فجأة؟ ما احنا بنتكلم بقالنا شوية وما لمحتش حتى لفكرة الجواز، فجأة كده عايز تعمل خطوبتنا؟ مش غريبة دي؟ هو ايه الغريب في كده؟ يا صفا انا بحبك من زمان، ولما لقيت الوقت بقى مناسب عرضت عليك الجواز. معلش اديني فرصة افكر شوية. حاجة واحدة بس من اللي ضربوها دي كافية انها تنسفني. توبنا الى الله. ما بتعرفش تتوب انت. يا بنت اتلم يا بنت، الف بعد الشر عليك يا حبيبي. اغصى عليك يا عمر، كنت خدتني معاك اتفرج. فرجت. يا دماغي صداع هيفرتكها. فرتكها؟ حتى وانت مش في وعيك بتعك، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ناصر، ناصر بوعي ولا من غير وعي؟ ما هو كله مبسوس فيه واخرته قفشه في ظهر الدماغ. تفتكروا انا اكون عملت ايه من المصايب دي كلها؟ اكيد ما جريتش ورا الستات بالفانيلا. يا نهار ابيض طبعا. لا يا دماغي. يا فانيلا. كفت بس يا بنت، بدل ما اقوم اعدلك تلمي. مش قادره. اللي اكونش نمت على الرصيف ولا كنتش فضلت اقلع هدومي وسط الناس؟ معقوله؟ شفت اها اخره الماشي مع زباين جهنم. انا قلت له بلاش الفرع، قال لي نجرب.
ما هو كله من اول كاس يا مندوب ابليس. خلاص بقى يا عمر مكبر دماغك، ما اللي حصل حصل. بس خلصنا. السفريه للبلد دي هتنسيك كل القرف اللي حصل. كل كل يا حبيبي، انت ما كانتش حاجه خالص. حطيلي طب وانا اهو. مش منه هو يعني. بسم الله بسم الله. ألف مرحب ألف مرحب بريحة الغالية اللي نسيوا أهلهم وفاتوا أرضهم. كفاية تأنيب بقى، خلنا يا سلام. إيه خير؟ كل وقت ولو عدين. خلاص اكتفينا. إيه نعم؟ لا مفيش. صبحة بتسأل عليك ياما. آه صبحة، اللهم صل على النبي. صبحة وهي صبحة فريش كده، الله أكبر. قلب أبيض ووش طازة. أورجانيك يا أورجانيك. بتنجانة؟ اتفضل. اللهم صل على النبي. يا بنت خرطت البنات، خرطك يا بنت كده وبقيتي بسم الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. طيب الله أكبر. اللهم صل على النبي. تعيشي يا أبلك تفين. ياخدي على أبلك تفينة. قمر يا أخي قمر. قومي يا صبحة، دواقي الدكتور عمايل ايدي. قومي يا حبيبتي قومي. عمايل ايد ده فين؟ ايه الفراخ والحمام والبطاطس. اديله بطاطس. جميله جميله من عيني. اللهم صل على النبي. اتفضل يا دكتور. يا دكتور شفت دكتور دي؟ حلوه قوي دكتور دي. كبرتي يا سما وبقيت عروسه. هاي هاي. ردي عدل ردي عدل. ايه شيل البتاع ده من ودنك شيلي. انت عارف يا خال، طول ما احنا ماشيين وعمر عمال يقول وحشنا قوي بيت خالنا. يا سلام، ولا اكل صبحه وجمال. وحشني قوي قوي قوي. انا قلت كده؟ ايوه قلت كده. قلت انا قلت اكتر من كده. قلت جامد. والبطاطس والكنافه والبقلاوه. قول يا حبيبي انا فلفه. عمر ما كنتش مصدق انك هتنورني يا صحافه بصراحه. ولا انا. بتقول ايه؟ ولا انا كان ممكن اضيع فرصه زي دي ابدا. يا مرحب يا مرحب. بقول لك ايه؟ انا مش مطمن خالص الست اللي في النص دي خالص. ناوي تدبسك وتلبسك اسود. لا لن يحدث ذلك ابدا. افلح ان صدق. بتنيله واستكمله الاكل قبل ان يبرد. هيا بنا اذا. ياه تحس كده ان الواحد فك وراح راح على الاخر. الجلابية دي الهوا هنا منعش منعش، ريحته مختلفة، والشمس حتى لسعتها دافية كده مش اللي بتحرق بتاعتنا دي. جنة بصحيح. بس للأسف البني آدم اختار التفاحة وخرج من الجنة، وانت كلها يوم ولا اتنين وهتزهق وتمشي. من ساعة ما حطيت رجلي هنا وانا عندي احساس غريب اوي، شبه الاحساس اللي جالي وانا في الحج. احساس رجعت بعديه مصر اني اتغير وعايز ابدا صفحة جديدة مع الدنيا. وانا مصدقك بجد. والله والله العظيم. بس انت عارف دي اول مره اقعد مع حد بيبقى مصدق ان انا اتغيرت. والله العظيم انت حاسس ان انا اتغيرت. طب قولي والله. قصدي يعني انت ما قعدتيش معايا غير ساعتين ثلاثه. في حاجات كتير ما بتتحسبش بتتحس بس. انا ليه حاسس ان انا اول مره اشوفك؟ عشان كان في زحمه قصاد عينيك خبلاك. انت عارفه القعده اللي قاعدينها دي ليه؟ عارف والله. عارفه انت خبيث بقى. قلبك القعده دي عشان مشتري حته ارض ورا والله. ناحيه شمال في يمين كده. بس انا قلقان يا كتفين. ليه بس يا خال قلقان من ايه؟ ده ربنا بيقبل التوبه. هنيجي احنا يا عباد ونقف قدام صاحبها. وبعدين الحمد لله ربنا بعده عن كل شياطين الانس والجن، مش كده ولا ايه يا عم حافظ؟ طبعا الحمد لله. واحنا بقى بصراحه نفسنا كده في واحده جميله زي صبحه نكمل بيها نص دينه.
اللي يطلق ليلة دخلته ملوش امان يا بنتي. يا خال ما انا حكيت لك كل الظروف، ومش يمكن ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا علشان تبقى صفحة من نصيبه واسمته؟ ايوه، وبعدين عمر ما شاء الله صحيح هو فلاتي وبتاع نسوان وما يتأمنلوش. ايه يا عمي ده؟ ايوه لسه، انما ايه؟ شوف عمر يعرف نسواني بعدد شعر راسه عم حافظ ولو في كل خراب عفل يا عمي، ودير الكلب عمره ما يتسلم. يا نهار اسود، وطبعا كل الحاجات دي عملت له مصايب كتيره. يا عمي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ سيبيه كمل يا اكتفينا، قول يا صحافظ قول. ايوه يكمل ايه؟ وبعدين بس عمر برضو ما تنساش انه دكتور قد الدنيا، اشهر دكتور امراض نساء وعنده عياده. اه والله، لا والشريك في عياده كبيره، مستشفى. كل عضو رب الفلق. انا ما بحسدوش، انا بقول كلام الخلاصه فيه. ليه بقى؟ عشان احب اقول اللي له واللي له. عايز توصل ايه يا صحافه؟ عايز اقول مين فينا ما غلطش، مين فينا ما ارتكبش اخطاء. انا هو قدامك تاريخ في الغلط. اللهم صل على النبي. الله اكبر، ربنا يحميك. اسلم فمك. اسكت بقى، اسكت خالص يا عمي كده، خلاص الحمد لله. قلت ايه بقى يا خير؟ قلت ايه بقى؟ انا جايه كده وكل امل ان ربنا يتمم الجوازه دي على خير. وطبعا بعد اللي انا قلته لك ده بقى ما تقدرش ترجع في كلامك. الله يكرمك. ولو لعب بديله كده ولا كده خدي زي ما احنا عارفين. يا نهار ابيض، بص عندك اهو كلنا برابطه المعلم، اعمل فينا اللي انت عايزه. ايوه اعمل فيهم اللي انت عايزه. ليه بقى؟ يعني نبعد بقى نجيب لبس الفرح. خلاص يبقى نعمل خطوبه في الاول، وقدام شويه شهر ولا شهرين كده نعمل الجواز. خلاص على خيرة الله. اشرب ايه؟ الشاي. قلت عنك كلام يا رب يكون من نصيبك.
توزعها. لا لا توزعها عشان ما تعناش. شربات شربات. انا بحب الشربات. شربات يعني لا. ايوه انا عايزه شربات. انت مش عارفه مصلحتك. بلاش شربات. ايوه بلاش شربات. نعيش شربات. اجلس يا سيدي. عايز اعرف مين الدكتور عمر النواوي. في ايه يا سعاده الباشا؟ دي فرح بنتي ولا جوز بنتي. ما تاخذنيش يا حاج، مين فيكم الدكتور عمر النواوي؟ اهو الدكتور عمر النواوي اللي قال لك اهو اهو. حضرتك الدكتور عمر؟ ايوه ده الدكتور عمر النواوي. ما تزقيش. اتفضل معايا. انا دكتور عمر النواوي. خير على فين؟ معانا امر من النيابه بالقبض على الدكتور عمر. كلمة. انت هتفضل قاعد لي كده؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هات الدنيا فوق دماغ الواد. انت عايز تضيع علينا كل اللي احنا عملناه؟ كلم حد من معارفك، من ناسك، اي حد من الكبار يشد ودنه ولا يهدده. ربيع، الموضوع ده لازم يتلم بسرعة. يعني خلاص بقينا عصابات؟ هنشد ودان؟ هنهدد الناس؟ ميار من فضلك سيبيني شوية، أنا على آخري. فيش وقت يا حبيبي عشان أسيبك، كل دقيقة بتعدي فيها خطر على مستقبلنا. حاضر يا ميار، حاضر يا ميار، هتصرف، ههد الدنيا زي ما أنت عاوزة، هعمل كل اللي أنت بتقولي عليه، بس سيبيني أفكر عشان أعرف هتصرف إزاي. وما تنسيش إن بنتك في الموضوع. ما تنساش أنت كمان إن الصور والفيديو في إيد ناس ما نعرفهاش، ويا عالم هيعملوا بيها إيه. هو أنا مش عارف طلع لنا منين الدكتور عمر ده. سعادتك بقى كنت ماشي سكران ومعاك واحدة ست، والظاهر كنت مروقين شوية، وعلى طريق المريطية خبطت واحدة ما فكرتش حتى تقف تسعفها. ده أنا؟ يا نهار أسود، إيه اللي بتقوله ده يا سعادة البيئة؟ أخويا يمكن يعمل حاجة زي كده أبداً. والله الإشارة اللي عندي بتقول كده. إشارة إيه يا فندم؟ الإشارة دي غلط، أكيد اسم حد تاني. إشارة إيه يا فندم؟ العربية دي أصلاً مسروقة وأنا مبلغ عنها. الكلام ده تقوله في النيابة، أنا دوري هنا تسليمك وبس. خدوا يا أمير. لا ياخدوا فين؟ إحنا لازم نفهم يا فندم. أيوة حضرتك، بس لو جيت تعملوا معايا إيه بالظبط؟ هنرحله الصبح على النيابة في القاهرة، اتفضلوا. اتفضلوا؟ يا نهار أسود، استنى يا عمر، أنا جاية معاك، اتصرف يا حبيب القاسم. أيوة على الصبح. يا أخويا على مهلك، إيدك يا أخويا عليك بالراحة. ما تقلقش يا عمر، والله إن شاء الله هتبقى سليم، ما تقلقش يا أخويا. لو سمحتي روحي. أروح بس زي عمر وأنت في الحالة دي. حافظ خدها وروح، فيها بهدله لغايه كده. لا مش هروح، مش هسيبك ابدا. وبعدين اكتفينا، انت بتتابع لحد كده واكتفينا. اوعى يا عمي يا خلب القاس، والله دي مكيده معموله في الدكتور عمر اخويا، والله مكيده. مكيده مش مكيده لحد هنا وقفلت. اسمعي يا بنت نواوي، احنا مش ناقصين فضايح اكتر من كده. كراهيه بالقاسي. يقول عليك برضو تصيب خطيب بنتك في محنته. محنته؟ دي إشارة من عند ربنا عشان رايد دي بنت استجر ومش بيطلب طيحة. الحمد لله، الحمد لله إنها كانت فاتحة وشبكة ما تمت. عموماً الشبكة بتاعتكو في علبتها وعليها زيادة كمان. على فكرة بالقاسي، دي مش أخناء ولاد الأصول. ولاد الأصول؟ أنا قلتها، أنا قلتها لك. دي للكلب عمره ما ينعدي الأبدا. واسمع، أنا أخويا كلب. إذا كان أخويا كلب فأنت بنتك عرسة، دي لو لفت العمر كله مش هتلاقي ظفر الدكتور عمر. وبعدها لك يا دكتور، مكتوب عليك دايما تتقسم اتنين، مرة دكتور شايل أمانة شرف مهنة، ومرة قبطان عاشق في مواني الدنيا.
مرة عريس قاعد في كوشة، ومرة محبوس في زنزانة مخنوعة، مرة في النور ومرة في الظلمة، ومرة كده ومرة كده. وتقول لي توب. توب ايه؟ هادي اخرتها. يمكن اختبار؟ معقول؟ ممكن، هو اكيد اختبار. بس معقولة كل دي اختبارات؟ ايه مفيش غيري في اللجنة؟ الله يخرب بيتك يا حافظ. ويقولوا لي توبي 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 توبي، ازاي بس ازاي اتوب يا عيني ازاي؟ عاش او غلبانة والنبي، عاش او غلبانة والنبي، عاش او مظلومة والنبي، والنبي والنبي. هات اخويا هدوم الابر يا فرس صبرا ملف الرغاوي بتاع العراوي. هات الخطه يا باريزه وشوف لنا فكه. ما كانش ينعز يا انصر الويس. جت يا باريزه. ايه علي ما تلم نفسك يا جدع. لا شو قلنا نلم نفسينا وما بطلش الطاقه دي مجاني؟ ترى ايه يا دي حاجه كده لزوم بر الريق لاهل الحاره وحبايبنا. لا يا روح امك، وفري مجهودك لاكل عيش ويلا جوه من هنا. حجو يا اخويا حجو. لانك مؤاخذه بص، بصقت على دراعي من قصبه رجلي لما كنت غاويه. بقول لك ايه يا فلانك؟ خليك فاكل عيش. يا بص يا بص، انا نفسي قبل ما اموت اشوفك عريس. لا انا عايزك تموت وما تشغلش نفسك بالموضوع ده. حاضر ماشي يا باريزه. العواف العواف يا ست الكل. يا اخويا طبعا عندك شغل البضاعه دي. احلى بضاعه تيجي لاحلى غزال في المنطقه وكل المناطق المجاوره. ما عندكش حاجه كده مهويه لزوم الجهاز؟ تتعبى في شنط وتيجي لغايه البيت. ايه ده؟ مش كل الطير اللي يسبق اللحم. مش قصدي. مستنياك. ماشي بس من غير جرس ولا فضايح. هتجيب لي بضاعه شيطه هنسلها على دماغك وازفك في الحاره كلها. انما بقى لو ضميرك صحي معايا كده حبتين وجبت لي بضاعه تملى العين، هدوقك بن محاول ياخدك ويطلع سابع سما. انا نفسي بقى في المحاول ده. عيب عليك يا معلم، احنا مش كلام احنا افعال. تتمسى بالخير وما تتاخرش على المحاول. وحد ودانا في داهيه غير المحاول ده؟ قديمه يا مرتضى، الخبر وصلني من بدري قوي. وصلك؟ ده انا قلت ان انا اول واحد يعرف. مهم سيبك من الحكايه دي، وعايزك تركز معايا قوي. معاك يا دكتور. انا عايز الخبر ده ينتشر في كل حته. ايوه بس هننشره ازاي؟ ده لسه في نيابه. يا مرتضى ما تبقاش غبي، وانا بقول لك انشره في الاهرام يا اخي. نزل الخبر على الفيسبوك وشيره، ساعه زمن مصر كلها هتبقى عارفه بالخبر. صور صح. طب افرض يا دكتور بقى انه طلع منها. يا عم يطلع ولا ينزل مش ده المهم، المهم انه ما يستجريش يوري وشه لاي حد من العيانين بتوعه. باختصار
يتضرب في السوق، ساعتها بقى تبقى رقبته في ايدينا ونعمل في المستشفى اللي احنا عايزينه، وهو ما يستجريش يفتح بقه. ده لو عايز ياكل عيش اصلي. اصلي يا ريس. لا، اللي ريس اصلي صحيح بقى اللي اسمه ربيع ده، ما خدش في ايده خلوه. طب عليا النعمه لو حط صورته في اوضتي. مش لما يبقى عندك اوضه. ايه ده؟ شوف الخبر ده يا ربيع. خبر ايه؟ الواد الدكتور بتاع بنتك البوليس قبض عليه. قبضوا عليه؟ ليه؟ يعني انتوا مش عارفين ليه؟ مش عارفه ليه معيار هانم ورجالتك ما قالكش اللي صوروني صوروني ليه؟ هو ولا الداخليه عملت الواجب من وراك؟ بنت انت جننتي ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره اصدق، انتوا ازاي وصلتوا للدرجه دي؟ تدخلوا راجل بريء السجن عشان خايفين على المنصب والكرسي؟ والله العظيم انا ساكته يا بابا. انت بتقولي ايه؟ انت ركبتيها كده ازاي؟ مالي انا ومال الموضوع ده؟ انا لسه قاري الخبر دلوقتي اهو، ولا عمري قابلت الدكتور بتاعي ده ولا كلمته، واذا كنت قلت كلمه في لحظه غضب مش معناها ان انا بقيت رئيس عصابه. وانا لسه قاري الخبر على الفيسبوك حالا. اتفضلي اقري شوفي. انا هقول كلمتين ما عنديش غيرهم. الموضوع ده زي ما عقدتوه انتوا اللي هتحلوه، يا اما والله عليا وعلى اعدائي، لا يهمني حد ولا اخاف على حد، ولا على رئيس عصابه ولا رئيس جمهوريه. ماشي؟ عفوا انت اتجننتي؟ ايه اللي جرالك؟ احنا مش ممكن نعمل حاجه زي كده. الحقها يا ربيع، البنت اتجننت للدرجه دي؟ احنا باينه ناقصين في نظرها. الظرف اهو يا بت، اول ما اديك الاشاره تتحركي كالعاده. هي دي فتحه الانطلاق صحيح. ما بلاها يا اخويا الليله دي، وكفايه قوي اللي احنا سلكناه منه. بلاها الليله دي؟ اه لا، بص بقى يا بت، هتسوني في العوض مش هسكت. انت فيها يا بت؟ جتتك لحست على الضربه ولا ايه؟ جتك ضربه؟ خلاص هات. وعلى ايه؟ ايوه كده اتظبط. الاعلان عندك على الظرف حفظتيه؟ حفظته. تحبني اسمعه لك؟ لا روح امك، احنا مش في الكتاب، وبعدين انا مامن لك. كتر خيرك، ما عندكش غيارين وسخين زيك كده اهو، اخدهم لك فمين. لا عندي مطوه ممكن اشيل بيها في وشك، ايه رايك؟ بهرق. ماشي، تعالى اقول لك يا بنت. ايه دمك عسل يا بنت زي القمر. حرامي كده يا ربي. بقول لك ايه؟ ما تخليه كده زي القطه الصيامه على طول كده اللي بتحك في صاحبها كده. احب انا الاجواء دي قوي. وبعدين عرايا المثل، يمشي عدل فلوس يحبك ويموت فيك. بقول لك ايه يا اخوختي؟ اختك انا؟ اه قولي يا اختي. تجوزني يلا، تجوزني وتلمني من القرف اللي احنا فيه ده، وروح حط الضريبه. اختك وقرف؟ مالك يا مريزه يا اختي؟ انت تعبانه؟ سخنه؟ مش عجباني فيك حاجه؟ مالك يا خلوصي؟ من قدامك فل شمعة منورة اهو. طب ما دام انت يا اختي فل وشمعة منورة، ما تركزي في غسيله وخدي مخك معاكي فمين، يمكن ينضف معاكي. ماشي يا خلوصي، وهقول يا اخويا بيطلع في الغسيل. المحضر انت عملته يوم السبت الساعة 12 الظهر، وبتقول لي ان العربية بتاعتك اتسرقت يوم الخميس بالليل، والحادثة حصلت يوم الجمعة الساعة 11 بالليل. اقدر اعرف ليه ما عملتش المحضر بتاع سرقة عربيتك في نفس اليوم او اليوم اللي بعده على الاقل عشان تثبت حسن نيتك؟ معرفش، ما جاش في بالي. حضرتك يا فندم انا دكتور نسا، وكان عندي عمليات ولاده، ما كنتش فاضي. يعني كنت في المستشفى اثناء وقوع الحادثه؟ مش فاكر. انت كده بقى بتاذي نفسك. انت لازم تفتكر او تثبت لي ان العربيه كانت مسروقه اثناء وقوع الحادثه. ما انت لو كنت عملت محضر بسرقه العربيه كان هيصح موقفك دلوقتي. للاسف يا فندم هذه الحقيقه. يعني ما عملتش محضر بسرقة العربية أثناء وقوع الحادثة أو قبلها، وكمان مش قادر تثبت لي مكانك أثناء وقوع الحادثة. أنا ما فيش حاجة أعملها دلوقتي إلا أن أحبسك 4 أيام على ذمة التحقيق. ممكن تفتكر أي حاجة؟ غلطان طبعا، كنت تقول أي حاجة. عايزني أقول إيه بس؟ يا أخي قول أي حاجة ويخلص. حاجة يعني أروح أقول لهم أنا كنت شارب مخدرات، اروح اقول لهم اني كنت شارب مخدرات عشان اودي روحي في تهمه مصيبه سودة، ولا عايزني اقول ان انا كنت بايت عند واحده عشان يبقى موت وخرب ديار؟ ارحمني بنصايحك السودة. مش احسن ما تلبس في حيطه؟ طبعا زمان اهل العروسه دلوقتي بيلعنوا فيا. دول ناس فاضيه طبعا. شوفوا الناس اللي احنا اقربنا وفي مكاننا عندهم، الحمام والفطير حاجات الحلوه، ما استناش طلع النبي، ما استناش يعرف الحقيقه ورمى الشاب كفر شيك تبينا.
مش ده اللي اكتفينا قالت تقول قريبي وحبيبي انا اصلا ماليش في الجواز. انا مالي انا اللي زي ملوش في الحلال اصلا. ده كفايه انك عمي. من حقها عليا. كتر خيرك يا ابن اخوي، كتر خيرك يا ابطال. بس انا برضه هعمل بأصلي. ماشي اتفضل. ايه ده سجاير؟ وانا اصلا بشرب سجاير. مش هشربها، هي ده فلوس السجن سجاير. انت حافظ مش فاهم. سيبك من دول وطمني على اخواتي البنات. هو ده اللي يخليك تطمن. ايه؟ ان عمهم معاهم. خليك انت في السجن ما تقلقش سنه 2 10. وانا طالع عارة. اسمع كلامي اطمن، حط بطنك وبطنك في سيفي. رقبتي. انت عارف البتاع اللي احنا شربناه ولا اكلناه يومها ده؟ يعني بتاع ما احنا جربنا كذا حاجه. البتاع اللي كان في كيس السلفانة الاخضر اللي كان نباتي كده، اللي هو ورق الشجر. ايوه ده نوع يجنن. ده حته صنف بقى. ده انا لما خدتها فاكر لما دخت. ما تسيح. فاكر في الاسم يعني. فاكر لما دخت انا فاكر ده بوليس كنت في ميكروفونات. ما عادش عارف احنا بنقول ايه. البتاع ده طلع كارثه يا معلم. والله كارثه. والله انت فرحان. ده يغيببك لمده يوم بحاله ما تفتكرش منه اي حاجه. يغيببني؟ يغيببك. تقتل القتيل وما انتش حاسس. يبقى انت اللي قتلت. يبقى اعترف. قتلت مين؟ قتلت مين؟ انت جاي تزورني ولا جاي تسجنني؟ اسكت. تقتل القتيل يعني انا قلقان من حاجه. ايه؟ اكون عملت الحادثه دي فعلا وانا مش داري. بس انا صحيت لقيت نفسي بقيت عند البتافه. حصل ازاي وامتى مش عارف. خلاص يبقى اعترف انك كنت بقيت عند البت دي. ليه؟ الفضيحه ارحم من السجن وبمرور الوقت بتتنسي. وسمعتي؟ سمعتي مين هيامن لي بعد كده على مراته لما يعرف بفضيحه زي كده؟ التانيه هي حادثه بتحصل لاي حد، انما الفضيحه دي ممكن تقضي على مستقبلك يا دكتور نسا. خلاص حول الدكتور اطفال. انت عم انت حضره الضابط الزياره انتهت. ما قلتليش يا بنتي. اه عملت ايه مع باب البيضه اللي اسمه نياز دي؟ فرشتي على ايه معاه؟ حبت راس على هدت حيل ودرمخته بالسم الهاري واحلى البرك خلوص يروحني. مالك يا بنتي؟ كلامك النهارده مش مريحني خالص. بصراحة كده يا عم أيوب، الواد خلوصي متبت ومزرجن دماغه في مصلحة أنا قلبي مش مطمن لها، وهو راسه ألف سيف إنها لازم تتعمل، وأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه. بصي بقى، أنت مش قد خلوصي ونابو الأزرق، خليكي في طوعه زي ما قلتي، وأنت ونصيبك. يا عم أيوب ده عايز يحط رجلينا في خيمة ما نعرفلهاش أول من آخر، ومع ناس ما نعرفش ميتهم إيه. ما أنت شفتي عمل فيك إيه لما خرجتي مرة عن طوعه. لما كلمت البيت اللي خدت الواد، انت يعني ناقصه منه علاء تاني. ما هي المصيبه ان الحكايه تخص الواد هو زي ما يكون مكتوب عليا. يا ربي حدش بيهرب من القضاء يا بنتي، حدش بيهرب من القضاء خالص. العزلة عمرها ما كانت حل لأي مشكلة، بالعكس دي بتعقدها أكتر. أهلا يا دكتور، اتفضل. أنا كلمتك على الموبايل أكتر من مرة، وكلمت الأستاذ حافظ وقالي على التطورات اللي حصلت، لقيت نفسي باجي من غير ما أفكر ولا أحسبها. ما تقولش كده يا دكتور، أنت واحد مننا وتيجي في أي وقت. وخصوصا في الوقت ده. عمر مش بس زميلي وصاحبي، عمر ده أخويا اللي وقف معايا في كل حاجة أنا عشتها، وأنا واثق إنه بريء. ربنا معاه ومعانا. تحب تشرب ايه يا دكتور؟ هخلي هنادي تعمل لي قهوه وتعمل لك عصير ليمون. ده مش اختياري، ده اجباري. انت في حاله نفسيه بتسهل قوي ان ضغط الدم يرتفع، واحنا في غنى يعني عن اي تعب اليومين دول. فين القهوه والليمون يا هنادي؟ جايين حالا. بيت بقى بالذمه ليها نفسها تشرب ليمون وقهوه واخوها محبوس؟ ناقص نجيب شجرتين ونرسم قلب على الحيطه. بتقولي ايه يا بنت؟ استغفر الله العظيم.
شفت بقى ان الليمون كان ضروري؟ ضغط الدم لما بيرتفع القولون بيشتغل، وانت مش هينفع تقعي دلوقتي خالص، لازم تبقي واقفه وصلبه طولك زي ما عودتي اللي حواليكي على كده. انت اللي زيك لو وقع الكل يتكشف. انا اصلا شفتهم كلهم شبه بعض، ما اعرفش حاجة. مش عارفه احنا عايزين نذاكر يا بنتي، انا في مواد كتير جدا ضايعه. انا امتحان قربت قوي، مش عارفه في ايه النهارده. تفتكري هنشد حالي؟ انا عارفه انها هتغلط. اختي هتضطر تغير الدكتور بتاعها وهتروح تجيب دكتور عشان تولدها. دكاترة النساء دول ايه، مش مظبوطين خالص. مش كلهم كده، في كده وفي كده وفي كده كمان. يا رحتانت سما، مش كده حسبي هتموتيها. سيبيني عليها البنت دي هتفضل تتعب. يا بنتي حد يشوفك يعمل لك مشكله سيبيها. لا مش هسيب. معلش تعالي معايا. طب والله لو يلا معلش تعالي معايا. كنت سيبيني عليها والله العظيم كنت هاكلها بسناني. دي بنت هبه خالص، سيبك منها. فوار الدم يا بنت اهدي. معلش المهم انت ما فيش اخبار عن مشكله اخوكي؟ مشكله ايه يا بنتي؟ ما فيش اصلا مشكله، العربيه مسروقه منه بقالها فتره، يعني كده كده راجع. طب ما تزعليش انا بطمن والله مش قصدي حاجه. معلش انا عارفه ان انا مقفوره معاكي اليومين دول. لا عادي ولا يهمك. تعالى اوصلك في طريقي يلا. ها؟ تعالى اوصلك، انا لاحظت مش معاكي السواق بدل ما تتبهدلي في تاكسيات. لا ما انا مش هروح في تاكسي. وهتروحي ازاي؟ عمو هيوصلني. عمو؟ يلا عمو. اكلمك ها؟ باي. عمو؟ هما كام عمو؟ والله زعلان انا من اللي حصل للدكتور عمر ده. لا بالحق انت مش عارفه ممكن يعملوا معايا ايه؟ والله ما انا فاهمه حاجه. هات سيجارة. عيني سيجارة عيني. مرسي. يا سلام بتولع علي بنفسك. اولع لعز منك. ثانك يو. اما قولي لي بقى، هو ما رجعش اكلمك تاني في موضوعنا؟ انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ ايه اللون ده؟ ما كنا حلوين مع بعض، ايه اللي حصل؟ لا قصدك مخيلني كده خيله كدابه وشغالي في جو قديم بقالك مده، مش عارفه اشوف لك اماره. واخني عمر وملففني وراك زي تلامذه المدارس. قلت لك من الاول تعالي، انت اللي مش راضيه. اجي فين انا؟ اجي فين والله لسعك؟ خلاص ده ايه ده؟ انت فاكرني واحده شايطه من جامعه الدول ولا قفلك عند السنترال عايزه كارت شحن؟ ما تظبط كده بدل ما الطب ساكت. خلاص خلاص ماسوره وترشقت في وشي. يا ساتر يا رب. ماسوره انا مالك عليا؟ وانا قدك. مش قدي. ولعلمك بقى الفرق بيننا كبير قوي، يعني عشان ابص لك لازم لك كفه تانية نحط فيها قد اللي فات ده كله، يمكن تطب وتنول الرضا. ان شاء الله هتطب وهنول الرضا من غير كفه. ما افتكرش. اهلا 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 يا بابي. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ راجع في ساعه زي دي وسكرانه كمان؟ بص يا بابي انا مش قادره اتكلم تماما، سيبني اطلع انام وبعدين نبقى نتكلم. انا مستنيكي بقالي 3 ساعات، وبعد العك اللي عكيتيه النهارده والطوب اللي رميتيه علينا لازم نتكلم قبل ما ننام. عايز تتكلم فيها يا بابي؟ هو انت ما بتزهقش من الكلام؟ مش كفايه الكلام اللي كل يوم دوله في التلفزيون وانترفيوهات؟ انت من امتى بتكلميني باللهجه دي؟ من امتى؟ ساعه انت وميار هانم ما تلهيتوا في الحدوته بتاعتكم اللي مالهاش اخر دي. ريقكم جري على حته التورته وبعتوا عشان اكل حاجه. انا ما بعتش حاجه. انا رشحت نفسي وما بعتش نفسي. وأظن ده من حقي بعد سنين نضال ضد الفساد والمحسوبيات والظلم والقهر. برافو يا بابي، استمر، عايزك تستمر أكتر. الناس الغلابة بتاكل من الكلام ده حلو قوي. بنت فوقي قبل ما هو فوقك. هتعمل إيه؟ هتضربني تاني؟ اضرب.
هو انت ما تعرفش ان الحاجه لما بتحصل مره لما تيجي تحصل تاني بتبقى عادي؟ المهم انا عايزه اقول لك حاجه، زي ما حبس عمر كان على ايدك براءته هتبقى على ايدي انا. انت لسه مصدقه الكلام ده؟ مين اللي ملى مخك بيه؟ مين اللي ضحك عليكي؟ يا فافي بليز والنبي ما تدخلنيش في السكه بتاعتك دي، مؤامرات سياسيه ومهاترات، عشان انا ما صدقش في الحاجات دي. بس انا عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي قبل ما اطلع انام. ليله الحادثه عمر كان بايت هنا في بيتك فوق في اوضتي على سريري. ايه؟ بايت هنا؟ يعني كلمه واحده بس منه وهتهدي لك كل الهيلمان اللي انت عامله ده. اوكي؟ تصبح على خير. نايم في اوضتها يا مصيبتي. ازاي يا بت يعني؟ يعني المصلحه باظت؟ اهو ده اللي حصل يا اخويا. طب ازاي بس؟ طب ما عرفتيش الحكومه حكشته في ايه؟ بيقولوا حادثه عربيه. عربيه؟ يا ابن المريشه، هو لحق يجيب واحده ثانيه؟ بس كل العربيه اللي انت قطشتها منه. ازاي بس يا باريزه؟ انا ما خيشتش بيها وانا لحقت. هو انت سلكتها مع مين؟ هو في غيره ابن الكلب لمه شكمان نوره وكسب من وراها ياما. والغلبان لبس الليله وشال المشاريب. الله، غلبان؟ هو صعبان عليك ولا ايه يا باريزه؟ هو مين ده؟ هو كان من بيت اهلي. انا قلت برضه. انا بقول لك ايه؟ سيبينا نعيس على الموضوع ده وبقول لك ايه اللي حصل فيه. تناوليني ولاع؟ الله، انت لابسه البنطلون بتاعها يا باريزه؟ 6 بيكس ده انا عمال ادور عليه. بقول لك ايه يا اخويا؟ خلينا في اللقمه اللي في ايدينا، مش طالبه عصافير في الهوا. يا هبله، لقمه؟ ودي اي لقمه؟ دي لقمه محشيه ملبن. انا متاكد انها هتلفق وهتيجي، مساله وقت. يلا بقى بطلي لكعه وهاتي الاكل، خلينا نطلع عشان نتجه على الشغل. بقول لك ايه؟ انا جتتي مش خالصه، ما تخليني انجاجي لليلتي. مالها جتتك يا تعبانه؟ اه. الف سلامه عليك، بس لما تبقي كده باذن الله شغاله في الحكومه تبقى تاخديها عرضه او مرضى، لكن طول ما احنا شغالين الشغلانه دي ما عندناش اجازات. ماشي، محدش بياكلها بالساهل. وانا تحت امر حضرتك في اي تعويض مادي او معنوي يعني، وليك عليا يا دكتور هعمل لك حمله صح صورتك قدام الدنيا كلها. بس بليز الله يخليك ما تجيبش سيره بنتي في التحقيق. انا مش فاهم يا هانم انت عايزه مني ايه بالظبط؟ ما هو انا موجود هنا علشان انا ما جبتش سيره بنتك. لو انا كنت جبت سيرتها كان زماني بره الحجز. ما هم دول ولاد الاصول، وانا جاي استعطفك واترجاك تخليك على موقفك وما تجيبش سيره بنتي، دي برضه سمعه بنت. انت خايفه على سمعتها ولا على سمعه والدها المرشح المنتظر؟ على فكره مش عيب اني اخاف على سمعه بنتي وجوزي. شوفي يا هانم، انا دكتور وتعلمت في شغلتي حاجه اسمها الامانه، واليمين اللي حلفته زي الحلقه في وداني، واللي اتعلم يصون الامانه لا يمكن يشتري البراءه على حساب سمعه حد تاني. وفري تعويضك المادي والمعنوي وشكرا على الزياره. هي مالها بتقفل قوي كده ليه؟ من هنا بايظة ومن هنا خربانة، من هنا قلق ومن هنا فضيحة. طب اروح فين ولا اعمل ايه وانا ايدي متكلبشة ولساني متلكم زي ما اكون بلف في دايرة مقفولة ملهاش مخرج؟ اسمع يا دكتور، التحريات وشهادة الشهود وشهادة المجني عليها كمان بيثبتوا ان عربيتك هي اللي عملت الحادثة، وانت بتقولي ان انت ما كنتش فيها وان العربية مسروقة قبل حدوث الحادثة. عشان ده اللي حصل والله. والله العظيم انا صحيت ما لقيتهاش، ولا لقيت موبايلي ولا لقيت فلوسي. وانا مصدقك يا دكتور، بس يا ريت تثبت مكانك اثناء وقوع الحادثة. تمام يا باشا، في واحدة بره عاوزة تقابل سعادتك ضروري. واحدة؟ واحدة مين يا ابني؟ انا يا فندم. انت ايه اللي دخلك؟ مش قلت لك استني بره؟ اطلع بره انت يا امين عادل. اوامر سعادتك يا فندم. انت مين يا ست؟ انا اسمي عفة ربيع رجائي، جايه بخصوص قضيه الدكتور عمر النووي. عندي معلومات مهمه قوي، ما كانش ينفع تستخبى اكتر من كده. ايه اللي جابك هنا؟ انا جايه برا الدكتور عمر،
ليلة الحادثة كان الدكتور بايت عندي وعندي شهود على كده. الحمد لله غمة وانتاحت. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. يعني خلاص ابوه ما بقاش في قضية؟ ايوه الحمد لله، هو بيقول ان النيابة اقتنعت ان العربية مسروقة، المهم بقى انه طلع بالسلامة. طب بس هو ما خرجش ليه؟ لسه في اجراءات وكده يعني؟ انت عارفة اخوكي بقى ليه حاجات غريبة كده. ليه عمل ايه؟ وبإذن واحد أحد هتتزحن قريب يا حبيبي يا أبطال. يا عيني عليك يا أبو الدكتورة. اللي حصل للأبطال ده تعب نفسويتنا قوي. وعلى العموم أنا هتكتب بيكم لحد ما يخرج من السجن. يا خسارتك في البهدلة يا أبو بلط أبيض. أنتوا ليه بتفولوا عليه كده؟ إحنا من واجب يا أختي، مش دي أصول العشرة؟ لا خلاص وفروا وحكوا وخرج بالسلامة. هو عمر ما قالكش يا دكتور هيروح على فين؟ يا دكتور مساء الخير يا دكتور. مساء النور. معاك رصيد؟ لا لسه شاحن. طيب شكرا. حضرتك عايز اوضتك ايه؟ مش عايز حاجة، ده باين عليه مريض مش دكتور. غريبة أوي. المهم أنا نفسي أفهم بس إيه سبب الزيارة دي؟ ضميري واجعني أوي يا عم حافظ، خايف أكون أنا خبطتها ولا حاجة وأنا مش داري، فبرضه بص يمكن تكون محتاجة حاجة. لا 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 عزف لك بالكمان. هزر بذمتك لو الحادثة دي الراجل كنت هتعبر ولا تيجي تسأل عنه؟ يا سلام عليك يا عم حافظ. يا سلام يا سلام. معقولة؟ ما قلنا خلاص الكلام ده كان زمان، دلوقتي احنا تبنا الى الله. يا سلام على عمه. يا سلام والله مالي عارف انت ملهوف على الجواز ليه؟ البت مريضه وانت همك على الجواز. يا عمي يا عمي الزواج كان هيتم لولا الحادث هذا. والله لو رأيت اللي سواها ما كنت تركته، كنت قتلته. قالوا لي على اسمه، اسمه الدكتور عمر النواوي. يا ويل ومني. وبعدين يا عمي الرجال على وصول بالمأذون كيف ما امرت. اسليم صراحه يا متعب البت ما هي مرتاحه. كيف ايش بتقول يا عمي؟ من امتى البنت ليها راي؟ عاداتنا وتقاليدنا، انا ابن عمها اولى بيها. وشرع ربنا ايش تقول؟ شرع ربنا بيديها الحق توافق او ترفض. كلامك مو مريحني يا شيخ عرفان. انت مو مريح روحك يا متعب. الرجال وصلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك 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 مبارك. مبارك يا سليم. مبارك. شكرين فرحك يا سليم. مبارك يا شيخ عرفان. يا شيخ عرفان مبارك. مبارك علينا يا شيخ عرفان. شيخ عرفان الحقني يا شيخ عرفان. ايش صار؟ الأمور هربت. كيف هربت؟ ورايا رجال. 3408 3409. وخر ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ قبيلة دي ولا يا رجل؟ في ايه ده؟ الله زار حد مكلوم ولا؟ مساء الخير. استر يا رب. يا رب استر يا رب. ولد ولا بنت؟ استر يا رب. هربت يا عمي. لا قوة الا بالله العلي العظيم. هربت. هي مين دي اللي هربت يا حضرتك؟ من وانت؟ انا الدكتور عمر النواوي يا فندم. ايش؟ هو انت؟ اجري يا عم. شكرا لك حضرتك. امسكوه. لا كلكم هتاخدوا. كلكم هتاخدوا. وطبوه انا جاي وراكم. كلكم هتاخدوا بالراحه بالراحه.